هذا وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات اقتحام مدن وبلدات ومخيمات فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين من قرية كفر قدوم شرق قلقيلية والآخر من بلدة عقابة شمال طوباس في الضفة الغربية المحتلة. وشهدت أحياء عدة في بلدة يعبد مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة، مما أدى إلى إصابة العديد من الفلسطينيين بحالة اختناق. إلى رام الله ونتابع مع مراسلة المملكة نهاد حجازي. نهاد أهلا بك، إذن نتابع معك آخر التفاصيل في هذه الأحداث الجارية اليوم وهذه الاستهدافات المباشرة بالقصف وغيرها من الإعاقات الإسرائيلية. نعم، غدا نبقى في طول كرم حيث أعلن قبل قليل عن ارتقاء أحد الشبان الذين كانوا أو الذي كان مصابا منذ 14 من الشهر الماضي، وعلى إثر هذه الإصابة ارتقى اليوم ليرتفع عدد الشهداء هذا اليوم إلى 7 في طول كرم ومخيماتها وإلى 58 منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، 21 شهيدا منهم في مخيم طول كرم. هذا يؤكد على أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يستهدف الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية، وكان واضحا حيث قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات المساء يوم أمس وحتى ساعات الفجر، يعني أكثر من 7 ساعات كانت مدة الاقتحام لطول كرم ومخيماتها. وطبعا الشهداء الذين ارتقوا كانوا قد ارتقوا بقصف من خلال طائرة مسيرة في المخيم. وإضافة إلى طول كرم وما تشهده من اعتداءات متواصلة، كذلك مخيم جنين والمدينة، المنطقتان هدف واضح للاحتلال الإسرائيلي ليس فقط منذ بدء العدوان بل منذ فترة طويلة. خلال هذا العام شهدت المخيمات الفلسطينية اعتداءات متواصلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وكان عدد كبير من الشهداء الذين ارتقوا هم من المخيمات الموزعة في الضفة الغربية، سواء كان في رام الله، سواء كان في جنين، في طول كرم، وفي أريحة والخليل وغيرها من المناطق الفلسطينية. أيضا الاحتلال الإسرائيلي غادة يستهدف أراضي الفلسطينيين ويقوم بتجريفها. هذا التجريف يأتي لخدمة المستوطنين وخدمة المستوطنات الإسرائيلية التي هي يعني تنتشر بشكل كبير في الأراضي الفلسطينية، ولا زالت تزحف إلى أراضي المواطنين ولكن بشكل صامت، خاصة أن كل الأنظار تتجه في هذه الفترة إلى قطاع غزة. واستغل الاحتلال الإسرائيلي هذا العدوان ليقوم بتنفيذ مزيد من المخططات في الضفة الغربية. تجريف الأراضي اليوم كان في منطقة تسمى باقة الحطب في مدينة قلقيلية، وقام الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداء أيضا على المواطنين الذين تواجدوا في تلك المنطقة في محاولة للتصدي لهذا الاعتداء من قبل الاحتلال الإسرائيلي. أيضا الاعتقالات لا زالت سيدة الموقف في الضفة الغربية. تجاوز عدد المعتقلين منذ 7 أكتوبر 5000 معتقل فلسطيني يعانون معظمهم من يعني تصعيد من قبل الاحتلال ضدهم، بالإضافة إلى ارتفاع وتيرة الانتهاكات في سجن الدامون وفي سجن مجدة. هنالك ظروف قاسية جدا بحسب التقرير الأخير لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إضافة إلى أن الأسيرات والمعتقلات الفلسطينيات يعانين من انتهاكات أكثر صرامة من طبعا الفترات السابقة، وهو ما أكدت عليه المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين. أيضا في الضفة الغربية وبشكل عام هنالك حصار مطبق لا زال مستمرا في الأراضي الفلسطينية. تجاوزت الخسائر الاقتصادية في كل الأراضي الفلسطينية بما فيها قطاع غزة
المليار ونصف المليار دولار خلال هذه الفترة، وعجلة الاقتصاد توقفت تماما في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهنالك محاولة من قبل الحكومة الفلسطينية إلى كسب تأييد دولي وتدخل دولي للإفراج عن أموال المقاصة التي تحتجزها إسرائيل، وهي التي أدت إلى توقف أيضا في رواتب الموظفين العموميين، وهذا ما زاد من حدة البطالة وأيضا ارتفاع في نسبة الفقر في الأراضي الفلسطينية. نحن نتحدث عن البطالة التي كانت 17% تقريبا، الآن هي اقتربت من 36%، وهذا هو يعني يؤكد على أن الفقر دق ناقوس الخطر في عموم الأراضي الفلسطينية. نعم نهاد، نحن نعلم الإغلاقات ما تزال مستمرة، خاصة ما بين مدن الضفة الغربية المختلفة وكذلك الحواجز والنقاط التفتيشية. إذا ما تحدثنا عن أريحة بالتحديد، نذكر منذ فترة كان يتم إغلاقها لأيام متتالية، هل هذا الوضع ما زال قائما في ظل هذه الظروف الحالية؟ نعم، يعني في الفترات السابقة غدا وقبل العدوان على قطاع غزة، أريحة شهدت على حصار لأشهر طويلة، وحتى أنها يعني تزامنت مع الأعياد في تلك الفترة، وهذا أدى أيضا إلى توقف حركة السفر عبر جسر الملك حسين، حيث كانت إغلاقات الطرق تؤثر على إمكانية أو تمكن المواطنين من الوصول إلى الجسر الموجود في أريحة، ولهذا توقفت تقريبا حركة السفر. أما الآن فأريحة هي مثل باقي المدن الفلسطينية محاطة بالحواجز العسكرية، ولكنها طبعا تفتح وتغلق ما بين وقت وآخر كما كل الحواجز العسكرية المنتشرة في الأراضي الفلسطينية، والتي تجاوز عدد الحواجز الرئيسية 370 حاجزا في الضفة الغربية، يضاف لها الحواجز التي توضع بشكل طارئ أو يعني تسمى حواجز تيارة. مدينة أريحة أيضا تشهد اقتحامات، خصوصا مخيم عقبة جبر الذي استشهد أيضا خلال فترة العدوان الإسرائيلي على غزة. في هذه الفترة استشهد في ذات المخيم عدد من المواطنين الفلسطينيين خلال الاقتحامات المتكررة لهذه المدينة. لتكون مدينة أريحة هي كباقي المدن الفلسطينية تأثرا بالأوضاع السائدة في الضفة الغربية، وأيضا هي لها خصوصية بأنها أيضا قريبة من الأغوار الفلسطينية التي الشمالية بالتحديد هي هدف واضح للاحتلال، حيث تسمى الأغوار سلة فلسطين الغذائية، ومعنى أن يقوم الاحتلال الإسرائيلي بمحاصرة هذه المناطق هو يعني توقف طبعا يعني تصدير الخضار والفواكه التي تشتهر بها هذه المدينة، وهذا يؤدي أيضا إلى خسائر اقتصادية فادحة وخسائر لدى أيضا المزارعين الفلسطينيين. شكرا جزيلا لك نهاد حجازي، مراسلة المملكة من رام الله.